مجلس تحقيق في بتهمة الفساد، وطلعت مظاهرات في تل أبيب امبارح بعشرات الآلاف، رجعت المظاهرات القديمة، بتدين وتتهم نتنياهو بأنه فاسد، والبوليس بصدد أنه دلوقتي يوجه اتهام جنائي أنه ليه والسارة مراته بالفساد، مئات آلاف الدولارات على السيجار وعلى الشمبانيا وعلى وعلى وعلى. خبر ما حدش ذكره يعني. هقول لحضرتك وأكثر من كده، هقول لحضرتك قبل امبارح أنا بتابع الصحافة العبرية من سنة 80 حتى اليوم بشكل يومي. تعرف تقرأ عبري؟ بيجي لي ترجمة الصحف العبرية الأساسية الأربعة يوميا، الساعة واحدة بتكون عندي لدعوط إحرانوط كل الأربع جرائد الأساسية. أول امبارح كان في استطلاع للرأي، أهم واحدة عندهم مراكز كتيرة بتعمل استطلاع للرأي، فعندهم مركز بتاع واحدة اسمها مينا تسيمح، البروفيسورة مينا تسيمح، عملت استطلاع للرأي لأول مرة. إذا الاستطلاع بيقول إذا انتخابات ليكود بقيادة نتنياهو هيجيب كم مقعد، طلع في الاستطلاع بيقول لك يجيب 24 مقعد فقط، الكنيسة 61 120 مقعد، فيجيب ليكود يجيب 24. لكن لو بقيادة واحد اسمه ساجر أو ساعر من الليكود برضو يجيب كام؟ يجيب 30. فده معناه انه نتنياهو بيروح. استطلاعات الرأي السابقة الثقة في نتنياهو كانت 60%، في الاستطلاع ده 36%، ففي احتمال كبير انه باي باي نتنياهو. ده واحد مع ترامب. مع ترامب في حد تاني في المنطقة هيطير، مين؟ أردوغان. اول امبارح برضو، ودي مش مصادفة يعني، مصادفة زمنية بس تزامن، واحد تاجر ذهب كبير في تركيا عمل شهادة اتهم فيها أردوغان وولاده ان هو غسل اموال ايرانية في تركيا. عشان تقول لي في تعاون ولا ما فيش تعاون؟ ده تعاون اسود، تعاون سيء، تعاون سلبي، تعاون فضيحة قد تطيح برأس أردوغان، لأنه تهمة كبرى بغسيل أموال بالمليارات. يعني انقلاب هو أولاده. لا يدان تفقد الثقة فيه، وانت عارف انه في المسيرة اللي عملتها المعارضة التركية، مشيت من أنقرة لغاية لما وصلت اسطنبول، جمعت بالمناسبة في الانتخابات، في الدستور، التعديل الدستوري اللي عمله أردوغان عشان يبقى نظام رئاسي يتحول من نظام برلماني لنظام رئاسي، اسطنبول صوتت ضد، مصوتتش معاه، لأن قوة المعارضة في إيران في تركيا قوية، في خط أنابيب بيمشي من إيران هيروح على تركيا، ففي تعاون قوي، والتعاون التركي الإسرائيلي أقوى، تعاون استخباري، تعاون اقتصادي، تعاون أمني، كل ما عايز ما تقول تقول بين تركيا وبين إسرائيل. ففي رؤوس كتيرة في المنطقة، احنا داخلين على رمال متحركة، منطقة حان وقت طيرانها سوف تشهد تغييرات عميقة في المنطقة، فكل واحد يحسس على راسه، لأن في رؤوس كثيرة زي ما قال الحجاج أرى رؤوسا أينعت وحان قطافها وإني لقاطفها. مين بقى اللي هتقطفها؟ نشوف مين الرؤوس اللي هتتدحرك دي، مين الرؤوس اللي هتتدحرك في المنطقة. في المنطقة داخلة على قضية القدس، هي جزء وقد تسبب طيران رؤوس في المنطقة، لأنه اللي مش هيقف مع القدس، القدس هتقف ضده وربما يطول.